يعني هناك محاولة لتنظيم تلك الحرفة الجديدة ومحاولة تخفيض تلك التكلفة على المواطنين. نأمل أن يعني الأيام القادمة أن تكون هناك يعني جهود من أجل تنظيم هذه يعني الحرفة أو هذه المهنة الجديدة ليستطيع أكبر عدد من المواطنين الانتفاع منها. لا يستطيع المواطن العادي في ظل هذه الظروف وخصومات الرواتب أنه يدفع 3.5 شيكل للكيلو وات ساعة. الوضع صعب جدا. طيب ما في آلية رقابة لهذه المولدات؟ والله شوف، سلطة الطاقة الفلسطينية وكثير من المؤسسات بما فيها شركة توزيع الكهرباء والبلديات وسلطة جودة البيئة والدفاع المدني ووزارة الاقتصاد وكثير من الأطراف تشاركت في وضع لائحة ناظمة تقريبا من 20 بند لتنظيم تلك المهنة، وتمت المصادقة بعد مناقشات مستفيضة على هذا النظام الجديد من أجل يعني ترتيب هذه المهنة كل في اختصاصه، وحدد يعني بند خاص بموضوع التسعيرة. وباعتقادي أنه الأيام القادمة القريبة سيكون قرار، هناك قرار بالخصوص، يعني بخصوص ماذا؟ يعني طبيعة القرار المتوقع التعرفة، بخصوص التعرفة نتحدث بخصوص التعرفة. هذا ما يعني صرحت به سلطة الطاقة الفلسطينية وليس نقلا عن شركة توزيع الكهرباء، وإنما هذا الأمر وصلنا من خلال جهات رسمية. نأمل بأن بالفعل أنه هذا الأمر يتم حتى نخفف على المواطنين. يعني اليوم هذا القرار يضمن بيع الكهرباء إلى المواطنين من المواتير البديلة بسعر معقول؟ هو الأمر دار على يعني ما رشح من معلومات أن هناك يعني سيكون هناك قرار بخصوص موضوع التعرفة. طلب من كل تلك المؤسسات عمل دليل إجرائي لتسليمه إلى أصحاب تلك الشركات ولي يعني دفعهم باتجاه الالتزام بخصوصه. هناك خلافات ما بين رابطة المولدات وما بين الأجهزة المعنية، لكن باعتقادي أنه في طريقها إلى الحل.